تفضل انتري. عندي بي سي اسمه سي سي. مرحبا. اهلا اهلا مرحبا. طول عمرك يا رب. خلينا اياك انا خلينا اياك يا رب. طول عمرك حبيب قلبي. طول عمرك. ليش خلينا اياك يا رب. طول عمرك يخليك لهالشعب كله. الله خلينا اياك. حضرتك مش ديب الطبيب النفساني؟ ايه مزبوط. انا قبل الظهر حكيم بيطري، بعد الظهر حكيم نفساني. اه بيطري. لك حاج بويس. لك حاج بويس. تعرفني من قبل شيء؟ لا والله، بس قالوا لنا عنك انك انت كثير ادمي. لك يا دكتور وحياتك، في ست هلا جاي بعد شوي لعندك، انا ما بدي اياها تشوفني. مين حضرتها بتكون؟ ليش؟ اختي ماي صان. ماي صان. ماي صان اختي. اختك. نعم. ماي صان. نعم. وشو بها من غير شر اختك؟ يا خيي اختي مات جوزها. من وقت ما مات جوزها ضرب معها الديركسيون على الاخر. ضرب معها شو؟ الديركسيون. شو خاص الديركسيون؟ يا خيي ما بعرف، انا ما بس شفتها خيي راح مع الديركسيون بالمره، يعني صايره مدركسي، يعني ديركسيون عندها مضروب، صاير لسانها عم يفلت على الكواع، انا ما عم بقدر نظف من وراها الحكي. خلي تحكي حكي بذيء كثير وعم بتعصب، بتضلها معصبه، حتى من سايحاتي تبقول السياره انا ما عم بفوتوها. قصدك عامله ديبرسيون؟ ديكريسيون. ديبرسيون. ديكريسيون. شفت العلم؟ شفت المعرفه؟ هذا الزلمه المعلم. شفت شو بتفرق عنا انت؟ الله يخليك يا رب. يلا يلا. حاج بويس. يا حاج. ولك حاج بويس. حاج عليك. اسم الله عليك شو هالشعرات. خلينا اياك. اسم الله عليك مثل الانفض الضايع مش عارف وين بده يروح. يلا بدك شيلنا؟ لا ناطر اختك انا. الله يخليك. لعنا يا اهلا وسهلا. الله يخليك. اهتم لي فيها. انا بهتم لك فيها ما تعتبرها. انا ما تاخذني، بدي اروح اشتري غسيل ما في يبقى معها. ايه مبروك. الله يخليك يا رب. طول عمرك يا رب. خلص. لك حاج بويس. لك حاج بويس. اكل اكل دجاج وطوب. يلا بنشوفك دكتور. ها ايه الله معك. بنشوفك. ايه موفق. ما تاخذنا. يلا موفق. عم اذا هو هيك اخته كيف؟ ابيعان قلبي على هالفيلم. لا يا حبيبتي، معي موعد هلا مع الطبيب النفساني لانه نفسيته بالارض. ليش قوليك؟ اخ تعبانه على الاخر من ورا هالبسان، على طول مفكر حاله بشباط، ولك بيجي على البيت بس لياكل، كأنه انا فتحت له اوتيل، بيجي بياكل وبفل. ايه عصبني على الاخر. يلا خليني فوت لعند الحكيم، بحكيكي بعدين. باي. ربيته مثل البزاقة. بونجور دكتور لولو. ايه لولو؟ ديب مدام، اسمي دكتور ديب. بعرف ما ديب ان فرونسي بتصير لولو. لولو؟ ايش عم تعملي لي ليسون بارتيكوليير؟ بعدين اوكي لولو لولو. حضرتك شو الاسم الكريم؟ مدام لولو. ايه كيفك مدام لولو؟ مش منيحة بالمرة بالمرة بالمرة. يا الله ليش؟ فقع لي قلبي، قهرني قهر، ما بقدر اقول لك شو عمل فيي، رح اعمل بسببه انكريز كاردياك. ايه بسيطة، تفضلي مدام، أول شيء لحي على الشريو تا نعرف نحكي نحن وياكي. هون؟ ايه نعم. ليش بده يسمك هالقد يا مدام؟ ليش بدك تنقهري هالقد؟ ما خلص راح تسهل. ما هو قبل ما يتسهل فقع لي قلبي، ما ترك شي بعينه ولا شي. تخيل كان يعمل بيبي بنص الكوريدور. بيبي بنص الكوريدور؟ ايه. لا شو معلش بالاخلاق؟ شفت؟ مع انه انا حطيت له اون ليتيير على جناب ما يقبل بنص الكوريدور. شو هي حطي له اياها؟ اون ليتيير على جناب. شو هي اون ليتيير على جناب؟ اون ليتيير. لو شو هي الاون ليتيير؟ ولك جعط فيه وبحث لحتى يعمل فيه بيبي. معقول انت الثاني كمان تحطي له جعط ليعمل فيه بيبي؟ مش احسن ما يعملها بنص الكوريدور وارجع انا نظيف وشو صانعة بيو انا؟ لا هيك معك حق اكيد، يعني تصوري بنص الكوريدور يعني بلا اخلاق العاده، يعني بلكي حدا قطع جيران. جيران شو بيقولوا عنك؟ جيران جيران ما تذكرني، مش تارك وحده من شره بالحي، كل ما شاف وحده بده يفزع عليها، كل ما شاف وحده بده يفزع عليها. فهم شو ماشي يعني لهالدرجه؟ أكتر بضل مشربط، بخلف وبكب، بخلف وبكب، بخلف وبكب، ما عنده شغلة إلا تك 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 تك. يعني شو عليه؟ تخنة كتير هالقد، كتير متخنة. شفت؟ وبعدين بكون أنا مارقة بشوفهم عم يلعبوا حد برميل الزبالة، ولكلهم بيشبهوا
دغري رح تعرفن انه هودي ولاده. ما عم اقول لك بخلف وبكب، بخلف وبكب، بخلف وبكب، بخلف وبكب. عم ارميه زباله، بقولوا بقولوا الامراض منين عم تجينا؟ شفت بدي لك اياها بالعربي اللي مش ابرح مدام. نعم. جوزك فجر، جوزك بلا اخلاق، جوزك بلا مربق، ولك تفه، ولك شفت اللي تفه؟ اللي تفه قليل عليه لجوزك. ولك شو خاص المرحوم جوزي؟ ما انت عم بتقولي بيعمل بيبي بنص الكوريدور ولك لا، انا عم بحكي عن لبسين سنوي. لبسين؟ ايه لبسين؟ ولك هيدا سنوي لبسين، المرحوم جاب لي اياه كادو. اه لبسين. ولك ايه المرحوم جاب لي سنوي كادو لحتى يونسني. الله يرحمه، صار الحكي عليه ثقيل. للبسان؟ لا للمرحوم. اه للمرحوم. بس تعريف على القليلة لما كان حدي ما كنت حس بالوحدة. للمرحوم؟ لا للبسان. اه ايه لا هلا هو بالاول كان يونسني بس بعدين بطل. مين؟ سنوي. اه سنوي هالمرة، سنوي ايه، لأنه هديك الساعة المرحوم هلا اني سنوي. والمرحوم؟ والمرحوم. المرحوم كمان. كيف بعضه؟ لا ما تذكرني. الله يرحمه صار الحكي عليه ثقيل. للبسان؟ ولك لا للمرحوم. اه للمرحوم. المهم هلا المهم انه بطل عم بيونسني، تركني وراح. فل وانا كثير عم بستفقد له يا دكتور كثير. للمرحوم؟ لسنوي. لسنوي. وللمرحوم كمان. مع انه مع انه كنت عم بعمل له شو ما بده. لمين؟ اثنيناتو. اه اثنيناتو. دكتور نكبر. شو قولك لازم اعمل لحتى يرجع؟ اه ليك هلا اني بالنسبه للمرحوم طلعت يا راح سبلا ها، بس بالنسبه لسنوي ايه بدك تغنجي. بدك تملح حيله هيك ملح حيله ايه لما بده تملحوس. وبدك تلعبيه. هلا انا اول ما اخذته نعم. كنت ملحس له كثير، كنت ملحس له. لجوزك؟ لا للبسان. اه للبسان. ايه هلا بس ملحس له يمد حاله، يمد حاله هيك يصير هالقد بلا معنى هالقد. بعدين صرت ملحس له صار يزم. لمين؟ للمرحوم. اه للمرحوم. ايه كان يزم المرحوم. لمين؟ يعني مش ظابطه بس انه صار يزم. بعدين يزم يزم ويزمط وبطل فيا كمشو. هلا عن مين عم تحكي؟ عن لبسان. اه ايه المفروض تمشي انت يعني. ايه عن لبسان. ايه لانه بسينك مثل ما عم بفهم عنه سنوي من اسمه هيك مبين بسين اصلي. معلوم اصلي، اصلي بياخذ العقل انت مش شايفه. لا ابيض شعره طويل طويل للارض بشرحت وراه. اه لك شعر حلو. شعر طويل. حلو. بعدك عم تحكي عن لبسان. ايه عم بحكي عن لبسان. عن لبسان تنأكد بعدك عم تحكي عن لبسان. ايه بعدها عم تحكي عن لبسان. ايه اخبرك شو صار معي يا دكتور. اتفضل. مره حسيته مش طايقني. مين؟ لبسان. اه لبسان. لبسان وقف على الباب وصار ينوي. بعدك عم تحكي عن لبسان. لبسان. ايه لبسان. جيت قلت له سنوي شو بك؟ ايه شو قال لك؟ اوو 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 يا سنوي شو بك؟ نيو نيو. فتحت له الباب. ايه؟ فال وما رجع الا بعد جمعه. حق عليكي يا مدام، حق عليكي. هو وقت اللي اجى لعندك كان لازم دغري على كعبه من شلوشه تخصيه. للمرحوم؟ لاثنيناتهم سوا. هيك بتريحي راسك. معك حق. طيب المهم هلا شو العمل؟ هلا ني للمرحوم ما فينا نعمل له شيء، خلص صار تحت. هو بيصطفلوا فيه. للبسان اللي عندك رح اوصف له دواء. ايه؟ تعطيه حبه هيدي بتخفف له من نشاطه الجنسي، يعني هيدي الهايبرا والمدري شو هاي بتروح كلها سوا، بس على شرط بدك تعطيه الحبه على الوقت. نعم. تحمميه على الترم. اكيد. تغنجيه كل ساعه ساعه ونص. نعم. وبدك تقصي له شعراته. مش عم بخليني. لا ما بيسوى. ما انت قلتي لي شعره طويل وبدق بالارض. شعره طويل طويل مش حتحط وراه على الارض. ايه على الارض. ايه واللسانات بلحسوا حالهم كثير. ايه يعني اذا كل لحوسي هيك طلع له شي شعرتين شعرتين ثلاثه على كثرتهم
وبصير يبلع، بصير يبلع وعكترتهم بصيروا هيك بكوب شعر ما بيسوى. ايه كبكوب شعر وين يعني شو بصير؟ بصيروا بزلعينه بيخنقوه. هلا اذا الاحوص طلع له شعرتين ثلاثه على لسانه بيموت؟ ولك اكيد بده يموت. يا وانا عمول جوزي من شو مات وما كان حدا يعرف له. ضيعوني ضيعوني مش عارفة جوزة ولا لبسين. على كل أهم صفة بالبيع يكون شاطر بالحكي وسلس مع زبون ويقدم حسومات وما يخليه يفل من عنده بدون ما يشتري، لأنه المثل بيقول الزبون دايما على حق. بس بالمشهد اللي رح نشوفه بعد البريك رح تتعرفوا على زبون لقطة على الآخر وعلى مدير المبيعات بشركة أدوات كهربائية مبدع بالعروضات يلي بيقدمها لزبوناته. وما رح تصدقوا شو رح يصير معه غير ما تحضروا هالمشهد الكتير مهضوم. انطرونا بعد البريك.